إلى عمليات التخريب التي تعرض لها القطار السريع كوراديا في أول يوم دخل فيه حيز الخدمة عبر خط ورقلة قسنطينة، حيث ستكون تكلفة صيانته غالية وبالعملة الصعبة. التفاصيل مع طارق دريدي. هكذا أصبح القطار السريع كوراديا بعد أول رحلة له بخط قسنطينة ورقلة، عقب قيام بعض المجهولين برشقه بالحجارة ما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي والجانبي له، ما دفع بمؤسسة السكك الحديدية لتوقيفه لمدة أسبوع لأشغال الصيانة. نأسف يعني جدا على هذه الحادثة، وكانت خاصة في أول رحلة، يعني تدشين أول رحلة بين قسنطينة وتوغرت، ونتأسف يعني قبل ما يوصل يعني القطار إلى توغرد يعني تم رشقه بالحجارة، ومما أدى إلى كسر بعض الزجاج فيه، وهذه ليست المرة الأولى على كل حال، هي يعني تقريب كل القطارات توعنا يعني راهم يرشقوا فيهم بالحجارة. أعمال طائشة من قبل مجهولين ضد القطارات ستزيد من استنزاف العملة الصعبة من الخزينة لعدم توفر قطع غيار القطار الحديث التي تعتبر باهظة الثمن. بالنسبة للزجاج الجانبي معدل يعني السعر تاعو يتراوح ما بين 9 حتى 12 مليون سنتيم، يعني تخيل يعني هذا يفي 56 زجاج مكسر ضرب 10 يعني المعدل 10 مليون سنتيم، وشوف الحساب كم يطلع. اما الزجاج الامامي تاع وين يريح يعني القائد القطار، هذاك السعر تاعو 240 مليون، تخيل من 240 مليون سنتيم، لانه يعني زجاج يعني هو مقوس يعني، والتصنيع تاعو صعب هنا في الجزائر، لهذا يعني احنا نجيبوه من الخارج. قطارات تقدر قيمتها باكثر من 11 مليون اورو، اي ما يعادل 160 مليار سنتيم، منها من خرب اثناء عمليه تجربته، ومنها من خرب في اولى رحلاته.